ترتيبات مكتب الإرشاد أفضت إلى أن مخطط التمكين لن يكتمل إلا بالإطاحة بالقيادات العسكرية الكبرى. في 5 أغسطس/2012 حاولت الجماعة استغلال الحادث الإرهابي في مدينة رفح شمال سيناء لتنفيذ مخططها. أحداث رفح الأولى تم استغلالها للإطاحة بالمشير محمد حسين طنطاوي على اعتبار أن هناك حالة قصور من قبل المؤسسة العسكرية في حماية أفرادها داخل سيناء، وطبعا دي كانت الحجة المباشرة من قبل الرئاسة للإطاحة بقيادات المؤسسة العسكرية وإحداث تبديل وتغيير، لأن هم كانوا شايفين أن هذه القيادات لن تكون طوعا لتوجهات مكتب الإرشاد. حالة السيد المشير محمد حسين طنطاوي سليمان القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للتقاعد اعتبارا من اليوم